في مجموعة من الأسئلة وردت إلينا. يقول السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اللفظة تعالى في السلام لا نعلم لها دليلا، ولا نعلم أنها وردت. يعني إنسان يقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تعالى دي ما نعلم لها دليل في السنة، بقدر ما وفقنا الله سبحانه وتعالى للبحث فيها. فعلى الإنسان ألا يقولها بلا دليل، عليه أن يقتصر فيما صح فيه الدليل من الكتاب والسنة. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أود الشكر لكم خالص لوجه الله تعالى، هكذا يكتب، بما قدمتموه لنا من الدعوة الخالصة لوجه الله تعالى التي تدعو الناس من عبادة القبور إلى الله وحده لا شريك له. جزاك الله خير وبارك الله فيك، وهذا هو الواجب علينا وعلى أي داعية من الدعاة إلى الإسلام الصحيح وإلى الإسلام، عليه أن يدعو الناس إلى التوحيد، لأن دعوة الناس إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك وعبادة القبور وعبادة الشيوخ أو ما يسمون عندهم بالأولياء والصالحين، هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والمرسلين، أن عبادة الشيوخ والصالحين هي الشرك بالله والكفر بالله. ولذلك أرسل الله الرسل عليهم السلام أجمعين لهذا الأمر، فقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال السؤال الأول: هل يجوز الصلاة في مسجد به قبر؟ لا يجوز، بدلالة المنطوق ودلالة المفهوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد، لأنه في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطيهن نبي من الأنبياء قبلي. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهنا في الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد، يعني كلها يجوز تصلي فيها إلا موضعين من الأرض. قال: إلا المقبرة، وشنو يا جماعة؟ والحمام. المقبرة والحمام ما يجوز تصلي فيه. نسأل عباد القبور، جماعة بتاعنا النقز ديل البنطق ديل، الآن هل يجوز لأحد يصلي جوا الحمام؟ يجوز يا جماعة ذول يصلي جوا الدبلوسي؟ طيب لو صلى 1000 ركعة وقرأ سورة البقرة وكان صوته حلو، الله بيقبلها منه جوا الحمام؟ ما بيقبلها. وكذلك الصلاة في المقبرة أو عند المقبرة، بل ابن القيم قال: الصلاة في المقبرة أشد نهيا من الصلاة عند الحمام، لأن الحمام ما ظنت الشرك بالله، إنما محل نجاسة، صحيح ولا ما صحيح؟ لكن المقبرة ما ظنت الشرك، لكن المقبرة ما ظنت الشرك بالله، لأن الصلاة من أعظم العبادات، وصرف العبادات ولو كانت لله عند قبور الأولياء والصالحين هذا من أعظم وسائل الشرك بالله، ومن أعظم الأسباب التي وقع بها الشرك بالله عز وجل في الأرض، هي عبادة الله عز وجل عند قبور الأولياء والصالحين. صحيح صحيح، خليك من الناس زي الابتكة وبرقاب وفانيلا، دي خليهم الأولياء والصالحين. صحيح صحيح،
ربنا قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ابن عباس قال ديل الخمسة ديل رجال صالحين من قوم نوح، دي صالحين جد أولياء، لما ماتوا عكف أقوامهم على قبورهم وصاروا يعبدون الله عز وجل عند قبور هؤلاء الصالحين. ما كان بيعبدوا الصالحين في البداية، في البداية عبدوا الله براو، لكن قالوا عبادة الله عند قبور هؤلاء الصالحين تكون أنشط لنا في العبادة. إذا كسلنا نتذكر إنه ود القبر ده مدفون هنا تحت التراب ده كان نشيط في العبادة، ننشط نخلي الفتر. إذا كسلنا في العبادة نتذكر إنه سواع ده كان نشيط في العبادة، ننشط في العبادة. فكانوا دارين يعبدوا الله، لكن الشيطان عرف يدخل لهم بوين، قال لهم اعبدوا الله يوم قبر ذيل، بدل ما تعبد في البيت والمرا والأولاد يكسلوه اعبد الله جنب قبر ود وسواع ويغوث. اذا فتنت في العباده تتذكر عبادتهم لله عز وجل تبقى نشيط. قال السلف فلما هلك اولئك، جماعه اللي كان بيعبدوا الله عز وجل جنب قبور الصالحين هلك، وجاءت الاجيال بعدهم، اوحى الشيطان الى اجيالهم الذين من بعدهم ان اسلافكم كانوا يعبدون هؤلاء وبهم يسقون المطر فعبدوهم من دون الله عز وجل. فالشرك وقع، هاي جاي، فالشرك وقع في بسبب عبادة الله عند قبور الصالحين، تعظيم قبور الصالحين. عشان كده الشرع نهى عن الصلاة وأي عبادة لله تختص، يعني الإنسان يخصصها بقبور ولو كانت قبور صالحين وأولياء أو أنبياء عديد. عمر بن الخطاب في زمنه فتحوا مدينة تستر وأرسل الجيش بتاعه، قال فدخلوا القلعة فوجدوا سريرا لعله من ذهب به نبي من الأنبياء اسمه دانيال راقد في السرير، وما تغير منه شيء إلا شعرات ثلاثة أو أربعة سقطت من قفاه، لكن زي ما هو راقد كامل، لأنه ربنا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فما أكلت الأرض أي شيء، بس ثلاثة شعرات وقعت لكن ما أكلت. فأمروا أن يحفروا 13 قبرا، 13 قبر، وأن يدفنوه في واحد ويساوي باقي 13 قبر، عشان الجماعة ما يجي شنو؟ ما يجي يعبدوا، ده نبي صالح، نبي من الأنبياء. حفروا 13 قبر ودفنوا في واحد وباقي ال 12 كلها دفنوه، عشان لما نجي واحد دار يعبد له نبي من الجماعة إياهم ما يعرف ذاته مدفون وين. ليه؟ لأنه جماعة الفتنة بقبور الصالحين والأنبياء فتنة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله، شوفوا الحديث ذاته صريحة وقوية كيف، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. مش ربنا غضب عليهم ساي الناس اللي بيعبدوا القبور والقبب ديل وبيدفنوها داخل المساجد ويبنوا على المساجد؟ اشتد غضب الله. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله، ده كلام واضح، ما نطيط ونقزي ونوبة وكشاكيش وعواليق ودراويش، آيات وحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا خليك معايا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا
يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واضح ولا ما واضح؟ والنهي يقتضي يا جماعة الفساد. يعني لو زول جاء سجد عند قبر، أو صلى ركع سجد عند قبر، أو خصص العبادة عند القبر، عبادته باطلة وصلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شنو يا جماعة؟ نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. دليل ثالث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. وطبعا الدجال لك ما عنده عصابة برسله منها. انت خليك فاهم اللعبة، بتنجم خليه، ما تشيل هم، خلي في بطنك بتيخ صيفي وشمام، شايفه طلع الايام دي برضه، خد معاك اثنين شمام، ده بيتنجم قبله. نحن ما بنعتدى على زول، لكن ان اعتدى ربنا قال، فان ربنا قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. خليت نجم، عرفته؟ بنجم من هنا انا بالايات والاحاديث، هذا ما اعنيه اولا وابتداء واساسا بالايات والاحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا الى القبور. ما في صلاة. أي جامع لقيته فيه كيبل مدفون، قبر بتاع ولي مدفون، شيل نعلاتك ديل وتخارج طوالي، شوف لك أقرب برش جنب مغلق أو محل بتاع دكوة، صلي وتخارج، لأنه الصلاة باطلة هناك. ولو كان أبوك الشيخ قاعد جوا أربعة في أربعة، عرفت، قاعد جوا برضه ما تصلي وراه، وإن كان زي القرنتي برضه ما تصلي وراه، باطلة الصلاة. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا الى شنو يا جماعه؟ الى القبور. سامعوا؟ قال داير مناظره، انجغم زولك زمان وتم الجغم بفضل الله عز وجل. طيب مناظره بتاع شنو؟ الشغله دي مشت قدام ثاني ذاته، وبنرجع ورا نناظر لنا الناس ساكت، ناس بيبيعوا حجبات، بيبيعوا حجبات وبيغشوا الناس، جايب معاه عصابه من الصعاليك، يقول لهم انا عندي دواء بتاع درس، هاكاك واحد يدخل، والله كان عنده وجع ضرس النائب الاخير والنائب الاول، وقام حميده اداني دواء الضرس، تش قال بقى كويس طوالي. ده زي بتاع الريحه، ما مذكر بتاع الريحه في السوق العربي؟ بتاع السوق العربي وفي المحطه لسه زمان، انا هسه ما اعرف، زمان عندهم شنطه بتاعت الريحه، ريحه كلها ضاربه، كلها ضاربه، خير منها سيليسيون، راصينها والجماعة واقفين صف، الصف ده كله عصابة مع بتاع الشنطة، كلهم معه زي زول ده، شفت كيف؟ اها، يقول لهم اداه الريحة منو؟ ذاك يقول له اديني 13 ريحة، في سوداني بيشتري 13 ريحة؟ من الله خلقكم لقاكم؟ في سوداني و13 عيشة اللي بيشتريها الله كريم، سوداني يشتري 13 فتي ريحة يملى الكيس فل، والله انا شفتهم بعيني، يلب ورا يجي يفضيها في الشنطة، عصابة معاه، ده ذاته لما لي عصابة معاه، عندي حبوب ضرس ده يرفعت، والله قرشت الحبة الضرس، قال السوسة برترب وقعد برا، كتر مستهبل دجال. وآخرة كمان بقى يوزع حجبات، ده حجاب باعه هنا، أو ده الحجاب ده، حجاب بينفع وبيضر، لا بينفع لا بيضر، ها جوا جيبي، خليه ينفع خليه يضر. طيب كله هوس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من علق شيئا وكل إليه. وقد دخل رجل من السلف على ابي معبد الجهني، وهو عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، صحابي جليل، فوجده في مرض الموت او في حاله صعبه جدا من المرض، فقال: يا ابا معبد الا تعلق شيئا؟ علق لك حاجه. قال: الموت اقرب من ذلك، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علق شيئا وكل اليه. أجوس عليك حاجة يغشك بحلقومة بلعوم ده، يغشك بالورق ده، ويجي يغشك ولك حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندك أي علاقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب السؤال الثاني، قال شرح لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الآية دي ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم شنو؟ حافظون. فرجك انت كرجل، وكذلك المرأة، الرجل والمرأة يحفظ فروجهم عن الزنا وعن الاستمناء اللي هو نكاح الكف، كله حرام،
بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة. والدليل على حرمة هذا الأمر الآية دي كما قال الإمام الشافعي، لأن ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني يجوز للرجل وكذا، يجوز للرجل إن يستخدم فرجه شهوة في زوجته في ملك اليمين، وكذلك المرأة المتزوجة أو التي هي ملك لليمين زوجها بس أو المالكة ملك يمين. ربنا قال فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة وغير ملك اليمين فأولئك هم العادون. الإمام الشافعي قال هذه نص على حرمة الاستمناء وحرمة طبعا الزنا من باب أولى وأحرى واللواط وغير ذلك، فده معنى الآية، كل ده حرام. أما ملك اليمين، ملك اليمين الحكم ده ما نسخ ولا رفع. الشيخ الفوزان قال من زعم أن ملك اليمين قد انتهى أو انتهت أحكامها فهو كافر بالله العظيم، لأنه الآية القرآن ربنا قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. في كتاب اسمه شبهات حول الإسلام، مين كده قطب متكلم في الكتاب ده، قال الإسلام قال حارب الرق شوية شوية لحد ما انتهى منه مرة واحدة. كذاب، الرق موجود، حكم من أحكام الإسلام، وحيثما وجد الجهاد وجد شنو يا جماعة؟ الرق وملك اليمين. حيثما وجد الجهاد وجد الرق ووجد اليمين، وعند أحكام في كتب الفقه كثيرة جدا، والقرآن واضح إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. السؤال الثالث قال إذا كان الرجل متزوج 4 زوجات هل يجوز أن يتخذ من السراري؟ وهل هو موجود هذا اليوم؟ أي موجود، أي موجود، حيثما وجد الجهاد وجد الرق. لكن الآن ليه ما في مسلمين ليه ما عندهم سراري وملك يمين؟ لأن المسلمين ذاتهم بيغلبوهم هم ذاتهم وبيملكوهم هم ذاتهم، ده الموضوع كله، عرفته؟ لكن الإسلام لو قوي ده موجود في القرآن، الله قال كده والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهناك ربنا في النساء سورة النساء قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضهم من بعض فانكحوهن، ملك اليمين دي، بإذن أهلهن. إذا كان ملك اليمين ربنا قال ما تنكح إلا بإذن أهلها، فكيف الحرة؟ ويجي الجماعة يقول لك والله المرأة تعرس نفسها، سقوط الولي، سقوط الولي يسقط حلقومك. الله قال عن ملك اليمين فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمحصنات هنا المقصود في الجملة دي من الآية يعني الحرائر الأبكار غير المتزوجات، لأنه بداية الآية ربنا قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ينكح يعني يتزوج. ربنا قال الما بيقدر وما عنده استطاعة يتزوج المحصنة، فلو كانت المحصنة هي المتزوجة كيف تتزوج المتزوجة؟ عشان كده المحصنة هنا هي جات في بداية الآية الحرة البكرة الما متزوجة، فعليهن نصف ما على المحصنات ومن العذاب. المحصنات البكرة الما متزوجة إذا زنت عندها شنو؟ 100 جلدة 100 جلدة. الأمة دي حتى لو اتزوجت متزوجة وزنت عندها نص المية كم؟ 50، نص ما على الحرائر الغير متزوجات الأبكار، ديك 100 ديك 50، ذلك لمن خشي العنة منكم إلى آخر الآية. طيب فدي آيات ونصوص، كيف ينكروها الجماعة دي؟ قال ده التميمة دي كتبها عمك كده، يرفع البتاع ده فوق
التميمة دي ما فيها ولا آية من القرآن. أهو دي كلها نجوم، الحمد لله جاتنا للتو، كلها نجوم خلاص، كلها نجوم وهوس وشرك بالله سبحانه وتعالى. ده قرآن، في قرآن لاقات مربعات من الله خلقت، في قرآن زي ده لاقات، فده دول كذاب، ده ما عنده علاقة بالقرآن، ده شرك، وده كلها أسماء واستغاثات ودعاء واستعانة شركية واستغاثة من نوع الشرك بالشياطين وبالجن، لأنه شيوخ الطرق الفوكا يديل أصلا الشياطين استحوذوا عليهم، ودي مكتوب هنا في أزهار الرياض، في أزهار الرياض أو ده الكتاب، الجن والشياطين استحوذوا عليهم على الشيوخ، مش الشيوخ الا الملك والجن زي ما بيقولوا الناس، لا الشياطين استحوذوا عليهم. ربنا قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم شنو؟ الخاسرون. هو ده شغل بتاع الشياطين، نجوم وغيره، عرفت كلامي؟ وشرك بالله. قال ما لنا مثل الريح من الناس حر الشرف غيره من كتب وعلق وعيسى وسرع لا يا مسرع منك ولكن ومن كتب وعلق وفريقيمون كتب حتى يقيمون وعلق على أوحل أنا كن رضي وعلق يا محمد شرك وكفر وهوس وقلة أدب كله ما يغشك يقول لك قرآن. بعدين لو فرضنا إنه في حجاب من القرآن ما بجوز أعلم، ما بجوز، حرام، لأنه تعليق القرآن بدعة، مش القرآن بدعة، تعليقه بدعة، عشان ما بضل يفهم غلط يقول لك لا لا قالوا القرآن ذاته بدعة، لا ما قلنا القرآن ذاته، قلنا تعليقه وشرابه، تعملوا عصير بتاع أورانجا وتشربوا بدعة، ما القرآن الشراب. أديك مثال، الآن لو في السجود واحد سجد قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ غلط، ما بجوز يقرأ في السجود شنو؟ قرآن، لما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن في السجود والركوع، فقال أما السجود فكبروا فيه الرب أو عظموا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فكبروا فيه الرب أو قولوا سبحان ربي الأعلى وادعوا الله فقمن أن يستجاب لكم. منهي، هل معناته القرآن منهي؟ لكن ده ما محله، مش القرآن منهي، لا، لكن ده ما محله هنا، ما بجوز هنا. زول شال المصحف خشبيت دبلوسي بجوز؟ بجوز. القرآن خشبيت وبجوز؟ ما بجوز. ما معناته القرآن ما بجوز، لكن ده ما شنو يا جماعة؟ ما محله. طيب الفقيد الدجال ده كتب لك حجاب، علق لك مصحف حديث، بتخش به الحمام ولا بتخليه برا؟ إذا خشيت به ده إهانة لكتاب الله، إهانة للقرآن، حرام، ما بجوز بإجماع المسلمين. إذا خطيته برا اللي بيحفظك جوا منه مش الله، خلاص بيحفظك برا انتهى، وربنا اللي حفظك في بطن أمك قبيل 9 شهور و10 يوم قاعد تبرطع جوا 9 شهور ما بيحفظك برا. بعدين يا أخي منو قال لك القرآن بيكتبه؟ يكتب لك نص ورقة قول فيها القرآن، ما في، ده ما قرآن، كله كذب، ما لاقانا حجاب فيه قرآن كده صافي ما في، لكن قول قول كتب لك صفحة كاملة بتاعت قرآن بكم؟ في حجاب قال ب3 مليون قدر المخدة بتاع سلاح قال. طيب يا جماعة الورقة الواحدة من المصحف ب3 مليون، المصحف بكم؟ ب40 جنيه المصحف كله، النازل ما محتالين 40 جنيه نقصها من 3 مليون 2 مليون و960، ده بلع ولا هطل، كذاب محتال. طيب قال ده، قال واحد كان مع انصار السنه واتقلب صوفي وما عارفه ليك، ما تتقلب لا مع ده لا مع ده، كله خليه، ابقى مع القران والسنه بس. نحن ما ندعو لحزب، لا جماعه انصار سنه، لا جماعه فلان، لا جماعه مزمل، لا جماعه صوفيه، لا جماعه غيره، خليك مع القران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال هناك أشخاص يكفرون حكام المسلمين في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، يستدلون بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. النجاشي ما حكم بما أنزل الله، النجاشي عليه رحمة الله ورضاه، وجاء في, في,
في صحيح البخاري عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مات اليوم عبد لله صالح النجاشي اصحمه صاحب الحبشه، قوموا صلوا على صاحبكم. فصفهم واتجه الى القبله وصفهم ثلاثه صفوف وصلى بهم كان الجنازه موضوعه بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال: ده صاحبكم، وقال اخوكم، وقال عبد لله صالح. صالح تب، ما حكم بالقرآن ولا بآية ولا بآية، أهذا كافر؟ إذا معنى الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكفر الأصغر الغير مخرج من الملة، لأنه فسر عبد الله بن عباس قال كده، قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. وفسر الحسن البصري كما عند القرطبي قال: كفر دون كفر. وفسر طاووس وابن طاووس قال: كفر دون كفر. كل معطاء بن ابي رباح قال: كفر دون كفر. فما معنات الكفر الاكبر المخرج من شنو يا جماعه؟ من المله. قال: هل تقبل الاعمال الصالحه بالنسبه لتارك الصلاه مع العلم انه كافر؟ لا تقبل يا جماعه. ليه؟ لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال: فمن تركها الصلاة فقد كفر. وربنا سبحانه وتعالى قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وربنا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى قال: فخلوا سبيلهم. فإذا ما أقام الصلاة كافر، بالتالي ما عنده أي عمل صالح يقبل عند الله عز وجل. لكن لو تاب واصلا كان مسلم، كان بيصلي، ترك الصلاة، يعني ما كافر اصلي، مرتد، ترك الصلاة. شيخ بن باز قال: وعاد إلى الصلاة، ما بنقول له تعال أشهد الشهادتين وخش الإسلام. أفهموا الحتة دي؟ ما بنقول له أشهد الشهادتين، لأنه ده مرتد، ما كافر أصلي. ده يتوب ويرجع إلى الصلاة ويكثر من النوافل ويرجع إلى الواجبات، خلاص، ويتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. ده كده رجع إلى الإسلام، لأنه هكذا كان العمل عند السلف الصالح. قال: ما حكم الدين في الشعر الكاذب للزوجة الباروكة والبيبيعو في المحلات بتاعت قدر ظروفك وجماعة اللي بيعمل وصلة بتاع الشعر ده؟ ما بجوز. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. الواصلة والمستوصلة، وصل لصاحبتها شعر والبيوصلوا لها، ذل كلهم ملعونات. والواشرة والمستوشرة والفالجة والمتفلجة، ذل كلهم ملعونات. ومعاوية ابن أبي سفيان طلع على المنبر شاعر له ضفيرة بتاع الشعر، قال: أيها الناس، إنما هلكت بنو إسرائيل حينما اتخذت نساؤها هذا. وطلع الضفيرة بتاع شنو يا جماعة؟ الضفيرة بتاعت الشعر. طيب، قال: ما حكم الدين في التعامل مع الكفار في السياسة؟ سؤال ده عام يحتاج لتفصيل وتوضيح عشان نقدر نجاوب عليه. طيب، التميمة هي ما لبسه الشخص ليتمم له الأمر، إما دفع ضر أو جلب نفع. يا أخي خلي اسم تميمة، إن علقت حميدة ذاته ما بجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق شيئا، ها قال تميمة؟ قال تميمة؟ قال: من علق شيئا شيئا وكل إليه. انتهى البرنامج، انتهى. علقت عظم، علقت عمك ذاته، عرفته؟ وكل إليه. عشان ما تقول لي تميمة هي خرزة وتميمة ما تميمة، يا زول قال: من علق شيئا وكل إليه. انتهى الموضوع. وجو تسعة طرات أو عشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبيعوا في الإسلام، واحد معلق تميمة جوا. النبي صلى الله عليه وسلم بايع صافع تسعة، العاشر ما صافع. قالوا: ليه؟ قال: معلق تميمة ما فتحها، ما شاف جواه في قرآن ولا ما قرآن. قال: معلق تميمة، بس شاف حاجة مدردمة، قال: معلق تميمة. الرجل قطع جدعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك، وصافحه بعد ذاك على الإسلام. يا جماعة، أنا دايرين قلبك ده يتعلق بالله،
دي الله وديل دايرين قلبك يتعلق بورقة ورقة تجلدها بجلد تيس جلد بتاع مركوب عفن تعلقها ورقة تخاف من ورقة يا أخي تلقى حلة كاملة حلة كاملة يقول لك الشيخ يتبين تحت الشجرة وعلقوا لهم دلقان علم فيه بيرك الحلة كلها تخاف من الدلقان يا أخي أعجب شيء مبارح في نيجيريا جماعة تجانية أتبع إبراهيم النياس تاع الكول أخي ها قالوا الشيخ يتبين في اللمبة بتاعت الكهرباء العمود والله جد الحلة كلها البلد كلها طالعين بيبوسوا في اللمبة وبيجوا نازلين كت لمبة بتاعت كهرباء بيبوسوا مح بيجوا نازلين تاني داك يطلع يزحبوا كراعه يبوس مح يجي نازل يا ناس دال دايرين يعلقوا قلوبكم بلمبة كهرباء بعمود بتاع تلفون بشجرة بتراب بجلد بتميمة بحجاب نحدارين قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى قال قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين دارين الولي وليك يكون ربنا سبحانه وتعالى جزاكم الله خير.